يعني مجالات كثيرة التأمين فيها بيخدم فيها الاقتصاد ويخدم فيها المواطن والأصول والاستثمارات والمشروعات. طبعا اللي قيل من بعض الآراء بيدل على في بعض الوعي، لكن الحقيقة في رأيي ناقص، لأن التأمين زي ما أنا شرحت، لا، التأمين هو ركيزة أساسية في الاقتصاد. من غير التأمين مش هتلاقي يعني في حماية للأفراد ولا للممتلكات ولا حتى تشجيع للاستثمارات اللي هي تيجي على مصر، سواء كانت حالية أو مستقبلية.